وفي محافظة الإسماعيلية قام متطوع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتعبئة 10,000 صندوق مواد غذائية ضمن مبادرة كتف في كتف التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس السيسي. كما تم تنظيم معرض خيري مجاني للملابس مع إقامة حفل للأطفال، فيما تم توزيع طن من اللحوم على الأهالي الأكثر احتياجا، حيث جمعت عملية التوزيع والتعبئة عددا كبيرا من الشباب المتطوعين. جايين ب 10,000 كرتونه هنعبيهم عشان نوزعهم على الفئه الاولى بالرعايه تحت مظله التحالف الوطني. قوام الكرتونه فيها سكر، فيها رز، فيها مكرونه، عدس، لوبيا، فول، فيها سمنه، فيها ملح. كمان جايين النهارده بطن من اللحوم 1000 كيلو. النهارده عندنا حفله للاطفال ل 500 طفل، ومعرض ملابس ل 500 اسره، وهنعبي ان شاء الله التارجت بتاع النهارده 10,000 كرتونه لاهلينا وناسنا في محافظه الاسماعيليه ان شاء الله. النهارده احنا بنقوم بمبادره كتف في كتف لتعبئه 10,000 كرتونه في محافظه الاسماعيليه، ودي مبادره اقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. جايين النهارده نعبي 10,000 كرتونه في مبادره كتف في كتف. جايين نعبي 10,000 كرتونه وعشان نساعد اهالينا.